يا الله هذه زينب كل تلخبط العوائل، سو اي لس لبزار من سويته من اسوي كل يوم التعديل، عورني مخي من كثر رياضكم تتحمل. مريم ايش حالك حبيبتي؟ بخير الحمد لله. شوفي ايش جايبه حقك. وش جايبه حقي؟ رياض وش دهو الحين انت يا بلي؟ ارطاب. شوفي ارطاب. اشال شامي. شوفي بعد كيف شالت لنا؟ اشوف درطاب اللي جايبه. الاول صح؟ اشوف درطاب اللي جايبت لنا. هذا التمر هو بس لانه جاي عن عرق. يعني هو التمر مسوي عمل رطب. اي والله انا عاد الحين بحضر ايش التمر اللي ها انا هذا محضره التمر. ليش؟ بس صح قلت شامي مريم قلت لي زينب اليوم بنسوي وانا تذكرت ورحت انا ناكل بهذا الشامي اقول لك باكله بهذا كامي كامي هيك هذا بناكله الحين انا اول يعني وهذا ليش هذا شو هذا بقى لكن هذا شويه ياي هذا شو اسمه زين لا تزعليني مكسي شويه من عندك ومن عندي زين اوكي هو ينتكل فيه بقى اقول لك الشامي الشامي يعني هذا الطعام هذا وش رايك نقول له ونسوي قهوه هذا تمر يسوي عمر رطب ترى الاولين يسوون بتسوي لي قهوه لا تحسي يعني هذه ها يحمروها ايه الاولين ويسووها قهوه تسوي لك قهوه من هذا شو بتسوي لي انت ترى قلتي لي قهوه لا زين بسوي لك بس ما الحين اسوي لك قهوه الحين بشيء ثاني اذا هذا بتستخدمين الحين ولا كيف؟ خلي الحين انت شلي انا الحين ما بدي كيف يبتي كيف يبتي لي خاف تزعلي مني صراحه كيف يبتي تمي تفرد شي حصى على هذا العضله هذا يابس هذا من كثر هذا اكيد ما ميدود من مريم يعني هي طويله انا شو اسوي اي بدره يركب هو هذا تمي تفرد خلاص تعرفي ليش كذا صاير جبت النطابه خلينا اشرح ليش هذا يعني ما انا اقول لها الحين كيف جبته ما منزل وايد وانت طحت لي الشمس. ايه اعرف ويا سلي ها 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 ويبتي بهالطريقه كلي حتى هو نصه مسكين مظلوم ايه ما هي مظلوم الشمس ده مظلوم قلت مظلوم مظلوم زين هذا الشمس ما مسويت انه الشمس ايه زين هنا خليني ابشر خير تعمل وش كملها شر انت خير تلقى اكيد من عند مريم تلا زعليني وسوي مكس اسوي مكس شو زين خبريني كيف يسوون كامي انا وايد احبه بس ولا مره اعرف طريقه الصراحه اللي بعرفها منك اول شيء الحاله انا منحضره انا بسوي اول شيء بدوب السمن زين اللي هو شو زبت يعني سبته سمنه زين سمنه بس زين بركبها على اول شيء نذوب السمن الزبده اي بخليها تسيح بعد ما تسيح بكب عليها البهارات مالها يعني اللي هي شو مريم البهارات يعني فيها الكمون فيها اليليلان فيها الكركم في البزار شيء هذا خاص يعني اشياء خاصه خاصه حق السمن مش الكامل اي حق السمن يسووا فيها بعد حد منهم يعني على حسب حد يسمي فيها اليليلان او يعني اليليلان بقى حب كذا ما اعرف يسووا في السمن وحد منهم ما يسوي شكله عقب ما عرفته زين انا ما جبت الحب انا مطحون مسويته الحين بدي يدوب هذا السمن اللي وش يسمى الزبده بتدوب بعد ما يدوب عاد بكب عليه هذا البهارات اللي انا محضرتها زين هذا وبعد هذا بكب عليه هذه البهارات انا خلطتها كلها مع بعض انت خلطيها كلها الحين كلها. شو قلتي مريم قلنا بزار هي واليليلان والكمون والكركم وشيء بعد ثاني نسيته في اشياء ثانيه بس حطيتي البهارات كلها مع بعض هي زين وبعد ما يتور ويسيح وهذا وبتوح عليه هذا بخلي شويه وبعدين بتوح عليه هذا العيش الحين هذا انا ما امسه هذا انا جايبه وشو شو في الاولين يوم يذوبوا السمن زين يجيبوا العيش يغسلوه وينشفوه بعدين يطحنوه ويتوحوا على السمن زين انا هذا سميت يعني ما فيني اغسل وانا مشغوله ما فاضيه يعني نجرب هذا هي زين ما في بعض هذا شو ماني من الحين سمين هي انا جبت سمين بس صح. شويه كميه شويه وايد هي. شو السمن يعني احترق مريم لا ما محترق وش حرقه ما تجيبي سمن ثاني عقب لا ما بي ما بي هذا مال سهل شوف هذا ابها تبي تسوي شيء نفس الماي هي نفس الماء وبعدين عابكب عليه هذا ترى هذا شو سبحان الله يعني الزبده بروحها كذا لونها تطلع مثل وش سبحان الله اي تطلع لونها سبحان الله يعني خلقه الخالق انت زبده طبيعيه وش عيادي الحين صناعيه وش لا تجي تروحي تجيبين شو اسمه البقره لا يصير عاد انا هي تحس باللي يجيبوه من البقره وحطوه على طول لا ادري باله مريم هاي هذا اول يحطوا لبن وبعد اللبن هذا
والله ابى اقصر عليه، لازم اقصر عليه يعني. اي عشان ما تحترق له. ايه. زين قصري عليه اخر شيء، بس لا تنديه لو سمحتي. يعني اول يبوه من البقره. زين؟ وخضوا اللبن. وطلعوا الدهانه، احنا يقول هذا الزبده يعني. الدهانه. وحطوها بهذا الطاسه ولا بشيء، دروا عليها شويه ملح. الاولين عاد ما عندهم ثلاجات. يحطوها مثل هذا المرفع. وغطوا عليها عشان الهواء يضربها. وكم يوم يخلوها؟ خلها يعني من يومين ثلاثة لين تطول، يعني كل يوم هم يخضوا ويطلعوا هذه، تولف لها يعني طاسة هالكبر متروسة، وبعدين عدوا بمرة واحدة. يعني يمكن بالشهر ثلاث مرات أو خمس مرات كذا تدوب. حسب الكمية. على حسب الكمية اللي تحصلها. زين؟ وعاد. جربتي مريم سويتي هالشيء؟ وين أمي أنا أشوفها تحطك. بس أنتِ ما سويتي. أنا الحين أسوي. أنا أكذب عليك ليش يعني؟ زين؟ هي. وبعدين يعني الحين عاد انا مريم، بس احنا ما كملنا باقي مكونات الكامل. هذا بس الكامل. هي هي الحين شنو اللبن؟ اقصد الحليب. هاي لبن الحليب. لا الحين لا اسوي ده، لا ويا الكامل. اصبري زي بشرح ليش او خليني هذا خلاص. وحطينا البهارات. زمان الحين ما قلتي احنا الكامل نستخدم وياه حليب ولا لبن؟ لبن. لبن كيف حليب؟ الحليب ما يصير نسوي كامي، نسوي اللبن. يعني اللبن يوم يحلبوه من البقر زين خضوه، يخلوه يعني روبوه، روب يصير. بعدين حطوه في الإيهاب يوم استوى روب وخضوه، وبعدين طلعوا منه هذه الزبدة. ومثل ما قلت لي سوي لها من الحذاء الأولين وحطيها فوق بالمرفع. اي هذا عن الزبدة. زين اللبن، اللبن 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 إذا يبغوا يسووه كامي ما يزيدوا ماي. ايوه يخلوه، يخلوه مثل لما يستوي رايب. لا لا عيل، اذا هم بيسووا كامل الحين بسوي كامله. هي. بس يعني اليوم اللبن ما يزيدوا ماي اذا انت اذا بيسووا كامل، واذا هم بيشربوا يزيدوا شوي، لانه اللبن من يوم يطلع من الزبده يكون غليظ وايد. صح. غليظ. هي. والغليظ هذا ما يصير يعني، لازم كامل ما يزيدوا ماي، حطوه كامل. اما اذا انت بيشربوا يزيدوا قلاص ماي عشان يكون شويه خفيف. زين الحين بنسوي، بسوي شويه بس، بسوي هذا السميد شويه شويه. هي شويه بس حطينا زبده وبهارات. هي. وشويه سميد. هي سوى علي هذا الحين. قلتي عادي اللي يبع عيش مطحون. هي عيش المطحون. زين زين الحين بخليه تور معاه وبخليه شويه، بنخليه لي ما يغلي. هي هو يغلي يعني. هي. هو كذا يغلي. زين. خليه شوي لين يغلي، وبعدين بغطى عليه. عرفي فاحت ريحه السمن. والله بعدين بغطى عليه خليه يرتاح. يعني السمن لين يركد يعني. هذا اللي سويه يكون راكد، بعدين بشخله. نشخله. ايه. حريت على طول نحط عليه شيء ثاني. لا لا بشخله. لا بعدين نشخلة. بشخله بالمرطبان. ايه. ايه. بعد ما اشخله عاد وهذا بشخله. ايه. بعدين عاد اذا هذا اللي تام، اللي ايه تام بالوشو بكبه على على الكاميه، بغرف منه بصحن يعني بكبه على الكاميه. ما فهمت مريم اللي تام من اللي تام الحين اللي انا الحين ما بصفي السمن بالمرطبان، ترى بيتم في شيء هذا. صح. السمن اللي سويته توني مع هذاك البهارات وهذا بيتم تحت. بعدين انا هذا يوم بسوي الكاميه بشيل من هذا وبحطيه على الكاميه. فاهمه انت؟ اي فاهمه. اي ها الحين هو خلاص هذا يعني انا ببند عنه. زين بغطى عليه. انت بتبندي عنه لما شوي يرتاح. اي يرتاح وبعدين بهذا. الحين بركب وش؟ شو مريم؟ بركب الكامية. إيه. زين. الحين بغطى عليه، خليه يركض شوي. إيه. لما يرتاح. لما يرتاح وبعدين عاد بشخ. زين. إيه. الحين دور اللبن. الحين حط عليه شيء مريم اللبن ولا بس؟ لا لا لا. زي ما هو. أوكي. لا بحط عليه شوية هذا. شو؟ ملحة. ملح شوية. شوية ملحة. وحط عليه. هي رشة. رشة. شوي ما وايد. إيه. إيه. تراهم هم الحين هذا اللبن بعد ترى يسووا في يوم يسووا هذا يسووا في الملحه. هاتي بسوي يعني اشتحت هذا. استغفر الله. الحين اخليه عاد اللبن الكامي يوم الحين الكامي قطع عليه يوم بيجي بفور بشوفه يعني اب بروحه. هي. يب فوق هذا الكامية لازم اخليه لين ما يثور يستوي غليظ شويه. لا هي يختار بعدين انا يوم بشوفه اب. هي. يعني انا اقصر على الاخر. زين اقصر على على الاخر بس ما نسكر. هي ما بسكر هي بسكر بس ما لازم انا اجلس ادور فيه. لا خلاص. هي فهمت عليك. ده نفس الحكايه.
هذا ما تجلس تسوي تدوري وتدوري، لا هو كذا تشوفي تكشفي عنه تخليه مغطى، تكشفي عنه شفتي آب الكاميو طالع على فوق، طالع على فوق خلاص كسر على الغاز اكسر خلي. بدون ما احرك هي بدون ما تحركي خلي عليه الملح الحين ولا شويه هي بدر علي شويه ملحه شويه بس ما مشت الملح خطر على ما علي بس سويها شويونه بس شويونه زين ما بسوي لانه هو بعروح خلي الحين بدا بعد بدا يعني هو الحين بدا هذا يفوير يستوي ايه بس بخليه خلي لين ما يب والسمن ترى هذا تو يعني يركد عقب انت تحطين السمن على اللبن مريم ولا اللبن تحطينه على السمن؟ لا يوم بخلص الكاميه ايه والكاميه بعد من تخلص ما تغرفيها على طول ايه لازم ترتاح شوي لازم ترتاح اذا غرفتيها على طول ما بتكون جايك ايه كمل ايه غليظه صح بتشوفيها نعيمه لانها حاره صح لان لازم اخليها تبرد تخليها تبرد تبرد بعد بتشوفها تشتل مثل فقوش ايه كان احنا دا خلصناها الحين وسويناها على طول تم هذا متفتفت ما تستوعب ايه 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 الاولين يعني يسوي السمن يسوي الكامي خلوه يرتاح وبعدين على مثلا السمن صفوا خلوه اول شوي لين يرتاح وصفوا بعدين كبوا عب الغراج ولا صبوا بالمرطبان ولا صبوا يعني هاي ونحطه صح عشان يتم فتره طويله نحطه في الثلاجه لا ما يبقى بالثلاجه ولا غير خليه برا برا عادي ما يخترب لا ما يخترب والكامي نفس الشيء اي خليه برا هي بس هو مريم ما يعتبر وجبه اساسيه صح لا هي يعني ما يعتبر نفس الفواله ولا هي ما اساسيه عاد الحين اللي ما عنده عاد من اليران اللي ما عنده بقر اللي ما عنده لبن يعني لازم هذا اللي تسوي عاد تودي لليران يعني الشيء لا تحسي صح يا تعطي الكامي هي تعطي الكامي حتى من السمن بعد تسوي لها كذا توديها سمن بعد يوم تولد البقره اول البقر يولد له يعني يولد حتى يولد لكن كانوا يعني يسووا القلبة يوم تولد ذاك الحين القلبة مال الحليب الشيء هذه يوم تولد بالمدايمة تولد يحلبوها يحلبوها يطلع منها شيء أصفر زين وهذا اللي يطلع يستخدمونه وهذا اللي يطلع الأصفر هذا يسموه يحطوه قلبة يحطوا عافيه شوية بهار ويحطوا عليه الزعتر يحطوا عليه ويحطوا عليه البارت وخلوه يعني يصير أصفر تاكليه محلى يعني يحطوا الاكل تحرت للشرب لا الاكل بعد لا للاكل هي يحطوا عاوش اذا انت محطيه الكاميه حطيتي جنب الكاميه يعني هذا الحين مثلا انا بغرف الكاميه هنا جنبها بيكون لا جنبها هنا بيكون هذا للقلب او القلب يخلوه بروح حتى من الهوش يحطوا يعني القلب هذا حتى من الهوش يعني تعطي يغرفوه بعروحه حتى الشاه نفس الشيء البقره والشاه يعني نفس يوم تولد بعد هذا يعني يحطوه هذا قلبة يسموه قلبة اوكيها شو استوى شو انا ما شو تقبله ها اي صح صدقت شوفيها الحين قام يطلع فوق تطلع فوق انا عيون بشوفها شويه طالعه بس هذا مريم اللي نفس الماي عقب كيف يخوز هذا يتبخر اه يتم هذا تمام انت بس تاخذي اللي تبيه اللي فوق هي حد منهم هذا بعد يستخدموه يشربوه ولا يسووا فيه شيء يعني ما اللي يتم هذا من هي هي هذا مفيد بعد اللي ينفعنا الحين حق الكامي الطبق اللي فوق رسول الله هي الطبق اللي فوق هذاك بعد يستخدمه يمكن يعني مثلا الحين لا حبيت اسوي عيش ولا شيء ما لازم هذا زين سويته ملحته وكبت عليه العيش الحين يطلع حلو بعد اي والله صدقت فكره بعد افكارك انت وافكارك وهذا السمن الحين شوفي السمن ارتاح زين الحين انا بصبه بهذه الطاسه زين بشخله بهذا الطاس زين حطي هناك مريم قريب منك لا احسن عشان ما ينصب كل شيء صبري بشوف اول هذا الكاميه زين الحين بتصبي كامل صح؟ هي. الحين بصبه يلا يا مريم فاحت ريحته انا احس من ريحه الزبده حلوه والبهارات بعد اللي حطيتيها انزين الحين تشخلينا مريم عشان ما تنفي نفس الشوايب او شيء ايه انزين
ارتفاع هذه اللي تمته. اي خلاص هذه ما نبغاها ما نحتاجها. هذه بنحطيها على الكاميرا بعدين. اي نحطيها على صح. شفته؟ يعني هذه ما نعقها مريم بنستخدمها. لا ما نرميها. ما بنعقها. شفته هنا بعدها شفته؟ زين وغطى عليه مرة ثانية هذا الكذا. عشان اخليه هنا كش مكشوف كذا. اي صح. لازم اكبه بالمرطبة. يلا زين حطي كل شوي بتطلعي لي شغله لا عشان ما تقولي قصه عارفه انا حركاتك خيبه صبع آه مريم صبيتي نص برا ايوه شاطره شوفيها كبينا احمري يعوضنا على اللي انت صبيتي آه الله نسوي غيره ما عليك هي من قلت لها قولي قصه تبند الغاز تقصر على الغاز برا بعسل هذا بعسل هذا تجيب البرطمان سكر انت اه شكله ما ادري شو في مريم خليه برايه ايوه خلاص صفري بعس المكان كي يلا زين ها عسي هذا خليه بنشله هنا يلا اوكي اهم شيء لا تنسي اللبن خلاص عس المكان بس مريم برايه الباقي عقب النظفه بس شيله هذا بعد ايه عشان لين نخلص خليه شوي يلا الحين تفضلي هو كنت مشغولة صح خلصتي يلا قولي يا ابوي بقول لك قصة فلا مو ذكر الله بس بتضحكي يمكن لا اله الا الله محمد رسول الله بس قصة الأعمى والكسيح زين يلا قولي المحوار كذا هو يسموه يعني ايه ما يشوف واحد ما يشوف واحد ما يقدر يمشي انزين اوكي وقارية وكان عندهم جماعة وهذه للجماعة يعني القريان يبي يسافر يعني رحلوا من مكان لمكان كده الحين يوم يب المكان يا قريتهم يا السكان يقولوا بمكان يعني يالسين وقالوا بنبيت هنا زين يلا صغراضهم بيتوا الحين يوم ذلاك الأعمى والحمار ناموا وهذاك يقول الحين احنا ابوي احنا بنسافر لكن احنا هذيلا وين نروح قدام هذاك ما يشوف وهذا ما يروح نسير وكيف نسير لكن احنا ابوي ركم الله راي ونخليهم نايمين ونشرد عنهم نخليهم بيروحوا هي. انزين اتفقوا على كده اي شردوا وخلاهم مساكين نايمين يوم نش الصبح هذاك ما يشوف اي والثاني يشوف صح. قال لي عميان عميان قال لي نعم قال لي شردوا عنا الجماعة وخلونا قال قول والله لا لا أقول لك والله قال قول والله قال والله خلونا وسار والحين وش نسوي صح حرام قال هذا عالم اللي ما يروم يمشي قال للعميان أنت شلنا على كتافك زين وامشي وأنا بقول لك لف يمين أيوة هو بيدل الدار ويمين ولف يسار عشان ها ما يروم يمشي لف يمين لف يسار يمين يسار قال له زين شلوا مسكين على كتافك يقول لي لف يمين يسار قدامك شجرة قدامك ماندلوش لف يمين قدامك بند قدامك الحين هو يدله يدله الكسيح يدله العمل نعمة بس لف يمين انزين ولف يسار قدامك شجرة قدامك ماندلو لين يبغابة انزين يوم دخل غابة طلع عليهم أسد بعد هم ناقصين انزين عميان عميان قال لي قال أسد انا ذاك شو يسوي مسكين بيركض تاحوا عقع على الارض او شارع العميان ما يشوف تاح هذاك ما رمي هذاك ما رمي والعميان شرد بس راسه مسكين ساعه يضرب شجره ساعه يضرب بماندل شو يقول انت هذاك العميان تكسر راسه ما يشوف له بس يركض على على هذا ايه يركض الحين من سبع صفه الاسد والثاني طايح ما رايم يمشي ويقول له والاسد يضحك وقف يضحك عليهم ميت من الضحكه وانه زين وهو يضرب راسه بيمين ويضرب لايف شجره ويضرب راسه ما اندلش لين ورا بعدين قال انت بروش الضحك ويا الاسد بعدين قال هذاك اللي يشوف مريم يعني لا تتمي تضحكين وياك قال لي عميان عميان قال لي ها قال يا بشارك الاسد مات من الضحك بيموت اكيد على الحين لو شو مات من الضحك الاسد مات من الضحك شاف الاثنين ما يفهموا قال له مات قال له قول والله قال له والله مات قال انزين يلا تعاني مسكين يوم وصل حوالي دز
شاف راسه كلها هذا مبطأ. شو اللي هي الأعمى مسكين، لا لأنه يروح يمين يسار ما يشوف. قال لي أنزين والحين وش يسوي؟ قال لي أنت، قال ترى كنت خليتني انزين وصرت عني صح لهذاك على التحت عشان أقدر أنا ما أشوف. هذه حصاة تضربني ودارة تضربني وشجرة تضربني كسر راسي. أنت ليش خليتني وهذا؟ قال لي عينة تملين هذا زي أنت ما تشوف وين بتصير. قال لي أنزين والحين؟ قال لي الحين بعشلني وهذا وش يسموه ودانش. قال شلو شلو على كتفه مره ثانيه. الحين مغامره جديده مره ثانيه. ايش سوى فيه العمى؟ قام يدفش فيه يدفش فيه وما دل شاف وتاحه مره ثانيه طيحه. انزين هذاك الفوق يشوف عسي يسوي عمره ما يشوف. هذا العمى، بعدين العمى يشوف، بعدين شاف. قال لي زين، قال هذا عايقول لين ذاك العميان عميان. قال لي ها، قال انا اروم امشي، وقفت عريولي. قال لي والله؟ قال لي وانا بعد شفت. انا اشوف الحين زين. قال لي خلاص عيا انت شفت، هذا خايف من ده يسوي فيه شيء صح، وهذا خايف من ده يسوي فيه شيء. قال واحد قال الصد. قال احنا الصد زين. وروحوا ساروا وصلوا البلاد. يوم وصل البلاد تفاجئوا فيهم أهل البلاد ربعهم. قال لي كيف أنت يعني أنت أعمى صح وهذاك كيف وصلتوا هنا؟ قال لي أبوي، قال لي قالوا لي أنت طبعا تخليتوا عنا صح وخليتونا حرام، بس الله سبحانه وتعالى ما تخلى عنا، وقف ويانا. كل واحد ذاك رد علي بصره وهذا رد علي وشي صح أنه صارت بعيننا وهذا، ولكن كنا مع بعض يعني والحمد لله رب العالمين. هذا بفضل الله، ما فضلكم، انتوا خليتونا وصرتوا بس صح. الله ما نسينا، انتوا نسيتونا بس الله ما نسي ما نسانا. انتهت القصه بس يعني وش بعد تبي بعد غيرها؟ خلينا نشوف. ترى ايش تقولي بعد شيء يضحكني؟ هذا هو بابندو ما شاء الله. خلص مريم اي خلينا نشوف. زين خليها تفتر، لازم تفتر. ايش تبي شيء ثاني؟ شو يعني تفتر؟ يعني ترتاح. ايه تفتر يعني ترتاح. زين عشان الحين اذا طلعت الكاميه بتفتفت خلاص ماشي فايده هي، لكن ترتاح شوي وعقب نحط فوقها شو السمن ولا العكس؟ لا ما بنحط هذا، بسوي عليها من فوق. ايه ما نحط عليها سمن مريم؟ لا السمن ليش؟ ليش احط عليها سمن؟ هذا السمن خلاص ذوبناه. ايه فهمت. وبنحطيه بنشيط بنسوي لا منه. اللي يبي يستخدم السمن ما يرجع يحطيه على الكامي؟ لا شوف السمن تستخدمينه حق شيء ثاني. شوفي الله هي اريح ريحتها حلوه. زين لا انا قصدي احنا ما نحطها على الكامي مريم السمن. لا لا ما بحطها على الكامي، خلي بروح احنا نستخدم هذاك بس. بستخدم هذا مع الكامي. مع الكامي زين، بغرف الكامي بصحن. زين وطبعا مع التمر اللي او التمر هكذا يعني. بس الحين تراه احنا كذا بنغرف، لان شفتي يمكن مستعيله بعدين شويه. انا كلها مستعيله تعرفيني يعني، فعشان بخليه يريح. بس يمكن ما بيريح وايد هم الاولين، خلوه لين يبرد يعني. يعني يوم كامل شو مريم؟ لا ما يوم كامل، ما يوم كامل. لازم تفتحي عنه شوي، بكشف عنه شوي ونوع عشان هذا يبرد. لا غطيت عليه بيستوي، بشوفه هذا ما عليه ترى مال سمن. لا زين اشوف راويني. ها اشوف انا هاي من بعيد بس ما تبين وايد. شوف رفيع فوق رفيع فوق. بعدين ها اوكي لا صح صدقك، شو بالا يبرد لازم يبغى يبرد. يوم يبرد بتشوفي يعني هاي كمل في قوه كذا. ايه الحين هو لازم يبرد ولا كيف بناكل فيه؟ ممكن انا اشغله له بهذا الطاسه التويه اللي سويت فيها السمن عادي. زين هذه الطاسه فيها سمن بعوض. ممكن يعني اسوي اشغله له بهذا عادي، بس لازم اودها هذا لازم انزله تحت. خليه هنا الحين عشان اريد اشغله لهذا كاميه. شايفه ما طلعتي المشغله مريم؟ لا ما لازم، ما لازم مشخلة. بدون مشخلة، بدون مشخلة. هي فهمت عليك بس كده لها، بس من القدرة على طول على الصحن. هي هي اوكي يصلوا الماي منه. اي بس بدون مشخلة، بدون مشخلة. صبر شوي عشان نقدر يطي. بس عشان هذا الماي كله يروح. واللي ما يقدر مريم يسوي شيء عادي مشخلة ولا لازم تروم تاكل؟ لا ما يسوي بمشخله شيء احسن. هي ما يسوي بمشخله بس هو على اساس ما يروح الكامي بعد. على اساس انه حار. لا هي حار ما انشخل يعني طاح وياه يعني هذا ما يخلوه هناك عندنا لين يبرد وبعدين نغرفه نحطي. هي لين يبرد. شوفه مريم انت اليوم مستعيله اكثر علي، تبي تغرفي يلا غرفي. هي لانه انا مستعيله.
انت كل شوي تقولي اغرب ولا تريب برد اغرب. غرفي ابى اشوف شكله انا بعد. روحي مستعجله يلا. شفتك يعني انت مستعجله اكثر. يعني هو صح انه ما برد زين حار بس احسه ما شاء الله استوى. لكن بنغرفه لان انا ما اشوفه من بعيد. بتشوفي الحين ها زين بس كان مريم بعد في شويه ماي باقي داخل. عادي عادي ها. عادي ها. يا سلام عادي حتى لو في ماي والله صدق استوى. بس بسوي كذا بصفيه هنا هي وبنزله ليش تاكلي مريم. انت اللبن ما حطيتي عليه شيء. اللبن وش ما حطيت عليه شيء حطيت يعني عليه. بس حطينا عليه الملح وخليناه يثور عقب استوى شيء. هذا ولو برد بتشوفي بتشوفي احلى طبعا يطلع. بتشوفي صلوف صلوف احنا لين الفطور ولين ما ناكل الحين هذا بصل شوي هنا شوفي صار طالع عليه الماء. شوفي قلت لك انا بعد شوي باقي ماي. انزين شفته حلوه كاميه ما شاء الله بس طلع وياها الماي. ما علي بصل له الحين الماي انا. انزين تعرفي يعني شو بصل له؟ بصل له هي شو اسمه كان شو تشغليني يعني من الصحن عشان الماي يروح. عشان ما يروح خلي هذاك يبرد زينب خلاص بنغرفه. الحين بصل بصب عنه الماي شوي بس صبي وبنحط فوق هذا مال الزبده وبنطلع التمر. خلاص بس عشان ما يطيح عندك بعد خليه في النص مريم. هو الكامل هنا ترى له نحطه عليه هذا مزين. بس ما بنحط فوق الزبده بس هذا لا هذا بنحط عليها حط عليه شويه كده. هاي ما استوي تحطي عليه كله؟ لا لا جنبي حطوه جنبي زين. والتمر تمره عاد احنا ما فرق ما التمره بكبرها يا فينا ما شلي جايبتها بكبرها ما سوينا منها طلع منها شويه ونخلي شويه هذا بخليها بالصحن هنا. تبي الثاني بعد بنطلع الصحن هذا صبري شو بنسوي الرطب بتحطي رطب وياه؟ هذا هو بعد نفس الشيء يعني التمر هو بس كانه مثل التمر يعني نحطه جنبه ها فهمتي؟ اللي بياكل ما زعلت اللي يبغى من ده بياكل من ده واللي يبغى من ده بياكل من ده انتهى الموضوع. بس شو اللي هاي مريم اللي طاحت؟ ايش اللي ما علي وهذا بعد الصحن فيه مال التمر هذا ابوي الكاميه مع مال تدويبه السمن وهذا تمر وبالهنا وبالعافيه. تسلمي ايدك مريم بالهنا وبالعافيه.